المباشر الأستاذ أحمد الأسدي معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية. التغيير يستاهلون ولا لا؟ يستاهلون هي طبعا كل يستاهل. شلون الصحة؟ شكو وسيلة إعلامية تدعو لانتخابك تستاهل. الله يحفظك. حاليا أنت على البث المباشر تحدثنا عن مشاركتك ضمن الاقتراع العام وأيضا رسالتك للناخبين. بسم الله الرحمن الرحيم. نبارك للشعب العراقي هذه الممارسة الديمقراطية والتي ترتكز على حق دستوري للمواطن انتخابا وترشيحا. لذلك اليوم ندعو الجميع إلى المشاركة في هذه الممارسة الديمقراطية. 10 سنوات انقطعت مجالس المحافظات ولم يمارس العراقيون حقهم في اختيار من يمثلهم في المجالس المحلية. المجالس المحلية هي مجالس خدمات بالدرجة الأولى، وبالتالي التركيز عليها مهم. اختيار الأكفى والأصلح والأنزه، شروط لابد أن تتوفر في من يعطي له المواطن صوته. بقي بيننا وبين نهاية اليوم الانتخابي عدة ساعات لا تتجاوز 7-8 ساعات. لذلك على المواطنين أن يحسنوا اختيارهم وأن يكون قرارهم واضح في المشاركة. عدم المشاركة بالتأكيد هو تضيع لحقهم في التصويت. مع الوزير حاليا أنت حضرتك ضمن التشكيلة والكابينة الحكومية، كيف تصل الصورة بشكل مختصر للناخب لمن لم يقترع، لمن رافض المشاركة بالانتخابات ونحن لدينا ساعات؟ طبعا مرة يكون عدم المشاركة هو خيار ديمقراطي، خيارا بالمقاطعة، هذا خيار محترم. أما أصل المشاركة هي الأصل في الحقيقة. إحنا نظامنا نظام دستوري، نظام ديمقراطي اتحادي فيدرالي. مجالس المحافظات تعتبر نقطة ارتكاز أساسية وهي مكملة لمجلس النواب والسلطة التنفيذية. الحكومات المحلية ومجالس المحافظات التي لها سلطة الرقابة والتشريع عليها هي جزء أساسي في تكوين الفيدرالية الاتحادية، وبالتالي هي مجالس خدمة لا بد من المشاركة الفاعلة فيها. قد لا يلتفت المواطنين إلى أهمية هذه المجالس. نعم أقول أن مجالس المحافظات قد ترتقي بالأهمية إلى أهمية مجلس النواب، بل بالنسبة للخدمات هي أهم حتى من انتخابات مجلس النواب. إذا تحدثنا عن الجانب السياسي، خطة الإطار التنسيقي انتخابيا ضمن مجالس المحافظات تشاهدوها ستقطف ثمارها بشكل كامل؟ طبعا الإطار التنسيقي نزل الانتخابات بعدة قوائم، ولكنه متفق حتى على هذه القوائم، وبالتالي نتوقع إن شاء الله أن تحصد قوائم الإطار التنسيقي نصف زائد واحد في جميع المحافظات بإذن الله تعالى، المحافظات المتنافس فيها يعني. وبالتأكيد التحالف هو الأقرب إلى الواقع باعتباره تحالفا واقعيا. شكرا جزيلا مع الوزير. شكرا لك. نعم زميلتي كما استمعت لهذه التفصيلات من قبل وزير العمل والشؤون الاجتماعية السيد أحمد الأسدي، وتحدث عن المشاركة وضرورة المشاركة. فبالتالي هذه هي الصورة المتواجدة هنا داخل فندق الرشيد.